بهدف زياده او بهدف زيادة الترويج للقطاع السياحي في مملكة البحرين على الصعيد الإقليمي والدولي، أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن توقيع اتفاقية مع العربية للطيران. هذه الاتفاقية ستركز على الترويج للبحرين سياحياً في ثلاثة أسواق مصدرة للسياح هي الإمارات العربية المتحدة والهند وروسيا، للتعريف أكثر بالمقاصد السياحية في البحرين وما يحققه القطاع من توسع وتنوع في المنشآت والخدمات. سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة ورئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض أكدت أهمية هذه الاتفاقية في تحسين فرص التعاون القائم بين الجهتين ودعم جهود هيئة البحرين للسياحة في تسويق الوجهات السياحية في البحرين على مستوى العالم. وتعزيز الوصول السياحي الدولي الى المملكه عبر شبكه واسعه من الوجهات التي تخدمها الطيران الطيران العربيه والتي واتى توقيع هذه الاتفاقيه على هامش سوق السفر العربية المقام في دبي